في القاهرة وهنا على 90.3، ولا في تونس الكبرى على 98.9. حصة جديدة ومجددة من سياسات الصحة اليوم السبت 16 مارس 2024، متواصلين معاكم بيان سور في على موجات إذاعة الحياة فان في برنامجنا سياسات الصحة. برنامج سياسات الصحة كالعادة يسلط الضوء على جملة من أهم النقاط ويثير بعض النقاط الغير مفهومة بالنسبة إلى الشارع التونسي. في أولى مواضيعنا لليوم باش نحكيه على وفاة الدكتور محمد الحاجي رحمه الله، البارح تم دفنه وتم تشجيعه إلى مثواه الأخير، بعد شوية يحضر في السجن بيان سور توفى. التفاصيل نأخذها بعد شوية مع الدكتور منير الجربي. سينو باش نحكيه على أيضا استعدادات الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير وتنظيم حملات تحسيسية وتثقيفية حول صحة الفم والأسنان. بعد شوية يحضر معنا أيضا الدكتور جور المكني المدير الجهوي للصحة بالمنستير. مرحبا بكل بيان سور استفساراتكم على نستقبلوها على 70 35 120. كيف نجم تخليونا تفاعلاتكم أسئلتكم واستفساراتكم على في شكل دي كومنتير على الصفحة الرسمية للحياة فام. أولى مواضيعنا لليوم باش نحكيو على وفاة الدكتور محمد الحاجي أولامس الخميس في سجن إيقافه. لهذا وأكثر سعادة جدا بحضوره معنا وقبوله دعوتنا الدكتور منير الجربي. دكتور صباح النور، مرحبا. بخير سيدنا الصديم، بخير سادة المستمعين. شكرا لك على حضورك معنا، أولا البركة فيكم والله يرحمه الدكتور محمد الحاجي. عايش كتاش وفرحم بويا أكي الله غالب هذه وضعية ولينها معناها نجم نتقبوها الأطباء الكل، معنا فماش فرق ما بيننا وقيد مواطنين. وي دكتور، الكلنا لاحظنا اللي كتبته بيان سور شفناه على الفيسبوك نقلا عن عائلة الراحل. أكيد دكتور تفاصيل هذه القضية. دكتور محمد الحاجي هو موقوف في السجن كان وتوفى نهار الخميس. هو توفى نهار الأربعاء بالضبط. نهار الأربعاء توفى. تقريب مدة 3 أسابيع التالي معناها بلغنا أنه تم معناها طلب الدكتور الحاجي معناها وصلته استدعاء الشرطة يوم الجمعة، نفكر تقريب الجمعة ذولي 22 23 يولي حاجات فيبري يقدقني ربي لكم شايف كل شنخ معنا 23 ولا نهار الجمعة 23 مشاهد البحث ومعنا مرعنا كان تم إيقافه. هو بيدو ما هوش فيها مشون الموضوع معنا كمشا أيه حتى المعطيات اللي بقينا خطر بتيصل بالعائلة، دونك العائلة هي تعطينا أيه. هذه رواية العائلة أكيد. أيه هذه رواية العائلة، أيه رواية العائلة خطر ما نجمش نتصلوا بيها احنا، خطر نجم بيه مباشرة أيه. لأنه تحول المنطقة متاع الشرطة النهارين الأولين وبعدش تم تمديد معناها الإيقاف متاعه وتنقل بعدش للسجن يقول لي كان صدقني ربي سجن ناظور بدنزات. حسيلو قعدنا نستنى وقلنا حسب المعطيات اللي وصلتنا قلنا ما هيش حاجة معناها قضية كبيرة إنه ما مو يسيبوه ينجم يحقوا معاه هو مسيب خطر الاتهام متاعه وحسب اللي بلغنا هو ترويج مواد مخدرة. هي الكلمة تظهر كبيرة مخدرة، ما هي مش مخدرات يعني كما يقولوا الإدراك. هو لو تذكرنا باختصاص الدكتور محمد الحاجي طبيب نفساني. وفي كل أطباء نفسانيين معناها يتعامل مع المواد سيكوتروب احنا نقولوا المواد اللي تتعرف الأمراض النفسية والبعض من هذه المواد اللي هي تتعطاها بطريقة طبيعية من طرف الأطباء خاصة الأطباء النفسيين تم تحويلها ووجهتها كما نقولوا بعد ريزود وترافيك اللي يستعملوها في أغراض مختلفة على الأغراض الطبية متاعها هذه دوز أخرين، دونك فما إمكانية أنه ديما الوصفات يتم تحويلها. دونك نعرفوا احنا هذايا وملفين به وكثرة الظاهرة هذه في الأعوام الأخرى خاصة قدام انهيار معناها المنظومة الصحية النفسية. تعرف احنا بلاد معناها على مستوى الطب النفسي معناها متأخرة برشا، يعني عندنا كان سبيطار باركس سبيطار الرازي الحمل من وقت الاستعمار يعني فوق 70 سنة استقلال وما نجمناش نبنيو سبيطار اخر باش ينقص شويه الضغط على الرازي الى درجه انه الرازي عنده معنا عقود من ولا ديباسي با لي ايفينمون. ما عندناش منظومه نتاع معالجه الادمان، كانوا عندنا 3 سنتر بكري سكروا تقريب زوج قعد واحد تقريب طاقه استيعابه يعني مخجله
متفوش تقريبا 20 ولا 30 شخص وهذا كان قاعد يخو فيهم أنا بالتدخلات قدام رغم أنه الحالات تفاقمت يعني عنا آلاف الحالات دوك ما عناش طرق المعالجة الإدمان ما عناش معناها منظومة عمومية ناجعة للصحة النفسية الصحة النفسية دونك الحمل الكل قاعد ينزلوا فيه الأطباء النفسانيين دونك هما عرضة قاعدين يتحملوا يهزوا في معناها الحمل نتاع المرض النفسي اللي قاعد يتاقم برشا في تونس خاصة برجوع آلاف الشباب والتوانسة اللي كانوا في إيطاليا وكانوا في قاع آخرين وكانوا مدمنين ولو معناها تخلطت كما تخلط الحابل بالنابل وأصبح الإدمان مخلط شوية مع الأمراض العادية دونك صراحة الوضعية متاع الأطباء النفسانيين معناها لا يحسدون عليها كما نقول وإحنا بيدنا دكتور حاجي أنا نخدم مثلا في بنزرت كطبيب عمومي هو وغيره من زملائه من الأطباء النفسانيين اللي يعطيهم الصحة ما نزيدين علينا نحمل خاطر أنا بيدي كيجوني الأمراض هذوما ما عنديش الكفاءة لعلاجهم ونبعثوا لهم إحنا معناها هذه نحمل حتى السلطات الأمنية تتعامل معهم بطريقة منهم متواصلة وينسقوا معهم بالشكاك على قلب الظاهرة تخف شوية ونجموا نفرقوا على المرضى النفسانيين الحقيقيين على الحالات نتاع الإدمان اللي هي زادة بيدها مرض أكيد هو حالات من الإدمان هي مرض بهدف واحد هو بينسور علاج الظاهرة هذه أي هو مع العلم الأدوية اللي يعطيها رأو الدكتور الحاجي الكلي هي أغلبيتها من تابلو آ لأدوية طبيعية تتعطاها قلتك المشكلة ما معناها تابلو آ دكتور فسر لنا شوية النقطة هذه إحنا الأدوية متى في تونس تنقسم إلى دي تابلو إحنا نقول حسب الخطورة متاحة وألا الإمكانية الإدمان متاحة اللي تنجم تعطيه المتعاطين بها دونك مثلا الأغلبية البسيكوتروب هذوما معناها سي دي ميديكامون دي احنا نقولوا دي تابلو ا اللي هما ينجم يعطيهم اي طبيب في اطار كفاءته يعني ممارسته الطبيه يعني جينيرالمون نداويو بهم الانهيارات العصبيه لي ديبريسيون لي زونكسيوليتيك احنا هذوما نتاع التوتر العصبي لي كوليكتور هذوما من العائلات هذوما ما همش ادويه لي خاطر الكلمة كي تسمع الكلمة تقول مواد مخدرة واحد يقول هي كوكايين ولا يقول هيروين على كل سيبا سا سيبا دي دروغ كلاسيكيين احنا نقولوا لي دروغ دور هذو ما في دويات نعالجوا بهم يوميا معناها الباسيون تاعكم ويتم التعامل بهم معناها بطريقة طبيعية في العيادات ماهيش حاجة أعجوبة ولا ترافيك ولا مشكلة معناها حتى تو باش نداويو مرضى نفسانيين ولينا خايفين فهمت حاسيلو دونك تم ايقافه في اطار الانكيت ابارامون لترويج المواد هذه والاغرب من هذا بيع وترويج هذه حسب ضغطنا العائله خاطر قعدنا بيتين احنا قلنا البيع هو احنا الطباء مطالب حسب القانون ما نبيعوش الادويه نعطيوها هي مجانا فهمت والا نعطيو الوصفات المرضيه وصفه طبيه والمرضى هو اللي تاكدنا ونعرفوه احنا خاطر الطبيب هذا موش نكره هو طبيب معروف عنده فوق 30 سنه معناها خبره في المجال ما سمعناش انه يبيع ولا الامور هذه متعب مدينه كيما بالذات الناس كل تعرف بعضها نجموا نعرفوا دونك قعدنا باهتين دونك قعدنا ننتظروا الايامات الاولى خاصه انه باش يسيبوه في تعقيد فهمت نظرا للحاله الصحيه خاطر الى جانب ذلك معناها المحامي نتاعو قدمت معناها تقرير طبي كامل من عند الاطباء اللي كانوا يعالجوا فيه ويبين الحالة الصحية متاعه المدهورة هو عنده معناها مرض مزمن يسبب له ضيق في التنفس ويلزمه أدوية فهمت كذلك حسب العائلة ظروفه زادة في السجن ما كانتش ظروف باهية نقول ما كانتش ظروف باهية يعني ما هوش معناها بصراحة ما سمعناش أنه تم التنكيل به ولا حاجة لكن هي ظروف السجن في تونس هذيك هي الظروف معناها هذه ظروفنا يعني لكن مع ناس اللي عندها أمراض مزمنة ولا أمراض تعطيك في التنفس تولي الظروف هذه معناها غير إنسانية وغير طبيعية يعني ما تنجمش تحط عبد كما نقوله عنده نقص في المناعة وعنده انسيفيزون سوسيداتوار تحطه مثلا في بيت فيها 30 شخص بيت اللي مشتقبل 3-4 من الناس تحط فيها 12 ما تنجمش العبد هذايا تسمح انك فما مراعاة لخصوصية الحالة نتاعو ولا ما تقبلوش معناها تحطه في ميديو مسؤولية يا أخي العباد معناها عندها كرامة وعندها حرمة ما كانش تولي محاولة قتل يعني كي يجي العبد عنده
أمراض مزمنة وخطيرة وتحطه في الظروف السجنية الحالية، فأنت تخونك هذه بالعدين، ما عادش يولي إيقاف تحفظي، يولي تنكيل تحفظي معنا، فهمت؟ هذا أمر غير منطقي، خاصة هيك تقرير طبي على حالة ال بيان سور ترفض، لا تقول نخليه وفاش في قضية اللي يتنجم البحث يتعمل بطريقة معناها طبيعية. التقرير الطبي هذا تم تقديمه من طرف محامي الراحل، تم تقديمه في آخر الأسبوع الأول حسب معلومات اللي عندي، هو تقريبا الديتونسيون تاعو دخل في أسبوع الثالث. من 23 حسيلو فيفري يحسب تويك لو 16 مارس تقريبا 3 أسابيع. ثلاثة أسابيع دونك إلى حدود سبب الوفاة حسب المعطيات اللي عندنا، حالته تدهور طبيا، هزوه المستشفى هما تقريبا في زوج مناسبات وحاولوا يعالجوه في المكان. حسب العائلة تقول ما نجموش العائلة يبلغوا زيادة في الحوايج، خاطر الحالة قلت لك نتاعو ما نجمش الطقس متعرف من المدة هذه باب أي في بنزرت، خاصة الأسبوعين الفارطين، دونك ما نجموش يوصلوا الحوايج اللي يحبوا عليهم، ما نجموش يعطيوا الدويات نتاعو العادية اللي مالف بها. الاتصال بصعوبة، معنا المحامي يتصل به لكن الاتصال بصعوبة. المهم هزوه مرتين ما نعرفوش تم تشخيص صحيح غلط الحالة نتاعو. الواضح أنه معناها العلاج ما كانش ناجع، وفي الحالة الخطيرة نتاعو معناها تم الحفاظ عليه في السجن، معناها ما تمش حتى ايواءه في مستشفى ولا حاجه، مات في السجن، معناها مات في السجن، معناها عمل معناها حاله نتاع فقدان الوعي، وتم انجاده في السجن، حاولوا وحسب المعطيات اللي عندنا توفى، معناها ربي يرحمه. التشريح هو باش يعطي النتائج باش يقول لنا، فهمت؟ هو تعدى على الطب الشرعي ولا مازال؟ تعدى على الطب الشرعي وصار التشريح، وديما حسب العائله، لكن هذه المعطيات مانيش متاكد منها خاطر ما شفتش رابورت اوتوبسي. اكيد هذه ديما نقولوا احنا ونذكروا، راه هذه روايه العائله. هذه روايه العائله، احنا بيدنا كزملاء معناها ما تعرف حبال ما وصلنا لنا بالوفاه، مشينا زرنا العائله ومشي الجبانه معناها هذه المعطيات اللي توصلها العائلة والزملاء المقربين للعائلة، هذوما المعطيات يقولوا أنه سبب الوفاة حسب التشريح ديما بتحافظ نقولوها هي معناها انفكسيون فرويري. انفكسيون فرويري انجرت عليها الوفاة. مع العلم اللي هو ديما يعمل انفكسيون فرويري، عمل قبل وتغلب عليها. ببساطة يداويها في الدار، عنده دويات وأموره مليقة، عنده طبيب، ومعناها هذه حاجات طبيعيه، معناها ماهيش حاجات قاتله بصفه عامه. عندنا في الطب الحديث تويكا معناها عندنا الامكانيات، فهمت؟ لكن نتصور في ظروف السجنيه عبد حسب كما تقول العائله يرقد ربما في القاع مع عباد اخرين في بيت، ما تعرف الجراثيم تتنقل بسهوله، هي حتى العدوى تولي سهله كي تحط بيت فيها 10 من الناس وهي ترفع زوج من الناس نورمالمون، ما هو باش يعديوا بعض. وي معناها هذا شنو قصد؟ وحنا هذا راهو فيه، راهو الاطباء في معناها انا شخصيا هذه اللي انا عينته، معناها عديد السجناء يخرجوا من السجن يجيني حبر ما يخرجوا، العائلات نعرفوا مرضى معناها يشدوا الحبس بعد يخرج ديريكت يجيني للعياده، اللي عنده جرب واللي عنده تشنو، معناها برشا برشا، وما نجموش زاد نلوموا الاطار الطبي السجني، خاطر الاطار الطبي السجني زاد ما عندوش ظروف باهيه، وهو ربما مجعول باش يداوي كما نقولوا 1000 عبد، يتلقى عنده سجن فيه 5000 عبد، دونك الامكانيات نقولوا اصبحت ماهيش مقبوله، يعني مخجله بالنسبه للبلاد كيما تونس، يعني بعد 70 سنه استقلال، بعد ما ثوره مجيده معناها وندعي انه رجعنا معناها الكرامه للمواطنين، معناها المعاملات السجنيه والظروف السجنيه معناها اصبحت خطر، خطر على التونسي على السجين، واختبش حتى على الصورات القائمة على السجون، هي بيدها نتصور في الاكتظاظ الموجود فما احتقان، وزيد على هذا انه الايقافات ولا تتعمل بسهوله. نحكيو شويه على ايقافات الاطباء او ايقاف الاطباء، قلت بسهوله، يعني اليوم فما استسهال في ايقاف اي طبيب؟ والله هي ذي اللي لاحظوا، يعني من غير انا مانيش مختص في الموضوع، لكن في سيتو في الريزو سوسيو معناها وسائل التواصل الاجتماعي ديما كل محسوب شهر ولا نلقاو طبيب اثنين موقوفين،
بعد ساعات ما نفهموش علاش. دكتور دكتور ما تشوفش وانه بتاتر غياب قانون اساسي ينظم مهنه الاطباء هو اللي يخلي الايقافات هذه تتكرر وتكون بالطريقه هو هذا ربما سبب من الاسباب الاساسيه. اذا كان نقولوش هو السبب الاول علاش؟ لان في الدول الكل اللي تحترم نفسها فما قانون يضبط المهنه الطبيه خاطر الطبيب عنده خصوصيه. يعني نقولوها بكل معناها صراحه طبيب فوق راسه ريشه. شنو هي الريشه اللي فوق راسه؟ وهي الريشه هذه في حماية المواطنين رأي. هي أن الطبيب ينجم يعمل معناها أعمال تنجم تؤدي للضرر لكن ما عندوش مسؤولية فيها. سامحني عنده مسؤولية فيها لكن ما عندوش خطأ، ما عملش خطأ. أعطيك مثال بسيط. أنت الطبيب وإحنا نعرفوها هذه يعطيك دواء. ينجم الدواء هذه في حالات نادرة جدا معناها تتعدى على حالة على المليون حالة يعمل لك ألرجي. داكور وتنجم الالرجي تكون مورتال، العبد يموت. معناها صار ولا يجيك مريض تحاول تنقذه تعطيه زريقه يعمل الالرجي مورتال يموتك في العياده. هل الطبيب قام خطا؟ هنا فماش خطا. معناها لكن عنده مسؤوليه المدنيه انه يسمع عبد يتحمل هذا، هذا داخل في اطار مهنتنا، فما ريسك موجود لكن الريسك ماهوش راجع لخطا طبي. كون ابل بالفرنساوية يقول لك لاليا ثيرابوتيك. يعني ستانريست اللي موجود وقت نمارسوا العلاج. كل علاج فيه نسبة كبيرة من النجاعة ومن الإفادة للمريض لكن فما نسبة صغيرة متاع إفي أنديزيرابل. البعض منهم ينجم يؤدي إلى أضرار كبيرة. ما عندناش حل. وي. معناها ما كانش معناش نعطيو دوايات. مثلا هذا مثال بسيط. ولا يجيك مثلا جراح يعمل عملية تقنية ناجحة في ظروف ممتازة ووفر جميع الإمكانيات خاطر عنده اون اوبليكاسيون دو مويان لكن الجراح ما عندوش اوبليكاسيون دو ريزولتا. ينجم المريض يعمل تعكير مفاجئ يموت. ما فماش مطالبة بنتيجة بلغة أخرى معناها. معناها الطبيب ما عندوش اوبليكاسيون دو ريزولتا، ما عندوش طلب بنتيجة. ما تعرف الأعمار بيد الله تنجم توفر كل شيء والأمور ما تمشيش كما تحب أنت. فما خاطر جانب مربوط بالشخص بيده ببدنه اللي ما تنجمش تتحكم فيه. هكا تسمى الالياتراكوتي. هذايا اذا كان معناها ما نعملوش قانون خاص مش رعيوه معناها كل طبيب يولي في حاله صراح شرطي. في حاله صراح شرطي، كل طبيب معناها توا موجود ويمارس في خدمته بصفه حره. بيان سور. دونك سورتو عندما خاطر احنا توقع معناها نتحالوا ديما على القانون العام، القانون الجزائي. وهنا مربوطين باجتهادات السادة قضاة التحقيق والقضاة بصفة عامة. دونك ينجم اجتهاد انتقالي يحطك في الحبس وانت ما عملتش خطأ. انت عندك مسؤولية صحيح لكن عندك ما عملتش خطأ. انت كعطيت الدواء هكايا عطيته في بقعته ويلزم تعطيه الدواء هكايا والمراجع الطبية تقول يلزم تعطي الدواء هكايا لكن لو في انه الدواء هكايا عمل له ألرجي خاطر هو عنده أرضية جينيتيك تجعله انه الالرجيك للدواء هذا انت ملائمة. هذا قضاء قدر كيف تعمل؟ ان شاء الله ان شاء الله قانون المسؤوليه الطبيه وحقوق المرضى يرى النور في تونس. فما قانون خاص للاطباء يحدد بطريقه واضحه مسؤوليه الطبيب وحقوق المريض اون باراليل. انه اغلبيه الايقافات ماهيش مربوطه بقضايا تشكل خطور على الامن العام ولا الطبيب باش يهرب ولا فما خطر على المجتمع. يعني تنجم تعمل بحثك في عقلك ومن غير ستريس والناس الكل تخدم خدمتها وبعد كان تثبت الإدانة نتاع المتهم كما المواطنين الكل. واذا كان ما تثبتش الإدانة اليوم مثلا في الحاله نتاعنا غدوه مثلا وهذا المنتظر بروبابلومون التحقيق يثبت عدم إدانة الدكتور الحاجي مثلا. ايش عملنا السيده توفى؟ رد الاعتبار كيفاش للعائله؟ شوف نقول للعائله نقول وقفناها هكاك معناها بوك مشى. يعني مشكلة خاصة ديما نعاود نقول منظومتنا السجنية ما عادش تحتمل حبوسات معبية. هنا يلزم مراعاة الظروف هذه. لازم مراعاة الظروف هذه. يعطيك الصحة دكتور. إن شاء الله ربي يرحمه دكتور محمد الحاجي. وبيان سور ننتظر وإحنا تقرير الطب الشرعي شنو يقول في سبب الوفاة، وأيضا إذا بيان سور نشوفوا أيضا نتيجة التحقيق اللي تسبب في إيقاف الدكتور محمد الحاجي اللي توفى الأربعاء اللي فات وتم دفنه البارح. مشكور جدا دكتور منير الجربي اللي دخلت معنا ووضحت لنا كل هذه النقاط.